الضربة الأوروبية للسيارات الصينية يبدو أنها بدأت، وذلك بعد الإعلان عن فتح تحقيق بخصوص الدعم الذي تلقته صناعة السيارات الكهربائية في الصين، خشية من إغراق الأسواق الأوروبية بالسيارات التي تباع بأسعار منافسة. ووفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية، فإن السيارات الصينية عادة ما تكون أرخص بنسبة 20% من الموديلات المصنعة في الاتحاد الأوروبي، ما قد يلحق ضرراً بالاقتصاد الأوروبي. المفوضية ذكرت أن بروكسل طالبت الصين بإجراء المفاوضات في وقت قصير للغاية، لكن بكين فشلت في تقديم الوثائق اللازمة. في المقابل، انتقدت وزارة التجارة في بكين التحقيق، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى خلق بيئة عادلة لتنمية صناعة السيارات الكهربائية الصينية والأوروبية. وبحسب بيان الوزارة، فإن الصين ستراقب التحقيق عن كثب وستحمي حقوق شركاتها، ومن المتوقع أن ترتفع حصة السيارات الصينية من 8 إلى 15% عام 2025.